شهدت مسالخ مملكة البحرين المعتمدة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة إقبالاً واسعاً خلال أيام عيد الأضحى المبارك إحياء لشعيرة الأضحية، وحرصت المسالخ على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبسرعة كبيرة. إحياء لشعيرة الأضحية والتي تعد من الشعائر الدينية المهمة، حرص المواطنون والمقيمون بعد صلاة عيد الأضحى المبارك على إحياء هذه الشعيرة لما تحمله من معان دينية وإنسانية نبيلة. مسلخ الهملة المركزي هو أحد المسالخ المعتمدة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة، إذ استقبل خلال عيد الأضحى المبارك الآلاف من الأضاحي التي توافرت هذا العام، كما قام المسلخ بزيادة أعداد القصابين والعمالة المساعدة لضمان سرعة تجهيز الذبائح وعدم التأخر في تسليم الطلبات. والله الحقيقة هو كان أول يوم في أعداد كبيرة مهولة ما شاء الله إجت، وبلشت هاي الأعداد تتناقص في ثاني يوم وثالث يوم. طبعا احنا هنا في إدارة المسلخ وفرنا لهم جميع الخدمات المطلوبة من قاعات الانتظار مكيفة. طبعا كل المواطنين أو كل الزبائن اللي تفضلوا على المسلخ كانوا كلياتهم يأخذوا أرقامهم ويستلموا بالوقت المناسب. احنا وفرنا أعداد كبيرة من الجزارين واللحامين في المسلخ وقاموا على خدمتهم بالشكل المناسب والمطلوب. المواطنون والمقيمون عبروا عن سعادتهم لسرعة الإنجاز، فمنذ اختيار الأضحية والانتقال إلى مراحل عملية الذبح والتقطيع في مدة لا تتجاوز 10 دقائق، كما عبروا عن سعادتهم بتوافر عدد من الأطباء البيطريين المتمرسين للتأكد من سلامة الأضاحي. احنا طبعا زيارتنا اول ما نجي نراجع في كذا موقع من المواشي ونشوف السعر المناسب ونشوف الخراف والماعز اللي نختارها الانسب من حيث السعر، من حيث الجوده، من حيث الصلاحيه صحه الخروف، ونخلص معهم وناخذ من عند صاحب المواشي وني المسلخ المركزي، وما يقصرون جماعه، مجموعه كبيره داخل قاعدين يشتغلون، ما في اي تاخير، بساطه سهوله. نسال الله ان نتقبل الاضاحي، والتنظيم ما شاء الله يعني المكان نظيف وما خذ وقت، يعني من خذينا الذبيحه من هناك الى ما يبوها المسلخ الى ما استلمناها يعني 10 دقائق بالكثير. العمليه سلسه جدا، جينا اخترنا الخروف، حجزنا، اعطونا له رقم وخلصنا الاجراءات الدفع، وجيت اليوم عشان يعني نقول استلم اذبح واستلم مذبوحه، والله الحمد لله الامور كلها جدا منظمه ومرتبه. وزاره شؤون البلديات والزراعه ممثله بوكاله ثروه الحيوانيه اتخذت الخطوات اللازمة للتأكد من توافر اللحوم، إذ أعلنت مسبقا عن استيراد نحو 50,000 رأس من الأغنام بالإضافة إلى 300 رأس من الأبقار، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة من الأضاحي خلال أيام التشريق من شهر ذي الحجة. لا زالت المسالخ الرسمية في مملكة البحرين تستقبل المواطنين والمقيمين لذبح الأضاحي أحياء لشعيرة الأضحية، والتي تعد أحد الشعائر العظيمة التي يعم بها التكافل بين المجتمع المسلم وتشيع بها الرحمة في إدخال السعادة والسرور على الأسر المتعففة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.